المال ده حرام يا سلامة فراويلة. طب ما تقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وربنا ادانا العيال ودلوقتي ادانا المال عشان الزينة تكمل. يا عم عباس تأكد ان انا اغنى من ولاد الحاج سلامة كلهم. لو اعرف ان فلوس بابا هتفرق بيني وبينك هكرهه. انتوا جرالكم ايه؟ جرالنا ايه يا واد؟ اتجننا؟ لا اغتنيت. انت مش عارف انه هيتجوز في ريال بنت الحاج؟ انت مش عايز حد مننا يلمس مال عم الحاج ليه؟ انت كده بتحرمني من مال ابويا. كدبت علينا ليه يا استاذ علي وقلت انك ظابط؟ انت مطالب قدام الناس بالحقيقه اللي محدش يعرفها غيرك. كده هتخلف الف كده وكده. عايزه يعرف ان هو اللي خسر الفلوس والولاد كمان. المال والبنون الجزء الاول من الاحد الى الخميس 10:00 صباحا على قناه مصر الاولى.